في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لحماية جميع أفراد المجتمع والحفاظ على صحة وسلامة جميع مرتادي المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والمرافق السياحية وغيرها، تم تنفيذ حملة تفتيشية موسعة للتحقق من تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 من قبل إدارة التفتيش بالوزارة مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وذلك في الفترة من رأس السنة الميلادية وحتى 5 يناير الجاري. وبلغ عدد المنشآت التجارية التي تم زيارتها في الفترة المذكورة 298 منشأة تجارية. أفادت الوزارة بأنه تم غلق 23 منشأة تجارية غلقا إداريا لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم الحكم على أحد المخالفين بالسجن لمدة سنة لتكرار المخالفة، إضافة إلى تغريم المخالفين مبالغ مالية تراوحت بين 1000 دينار إلى 5000 دينار، حيث تم إصدار جميع الأحكام القضائية المحالة من النيابة العامة إلى القضاء خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة.